السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب. وفي حصة جديدة إن شاء الله في الـ DNA sequencing إن شاء الله تعجبكم و يعني تلقى رباكم إن شاء الله. Dedication to spirit of my mother. طيب الـ DNA sequencing هو عملية بتاع تحديد الـ order of nucleotides الموجودة في الـ DNA أو الـ RNA. طبعا معروف إنه الـ DNA والـ RNA مكون من النيتروجينوس بيز و اللي هي sugar and phosphate are the three ingredients of the DNA and RNA. A functional piece of DNA known as gene which encode protein. طيب عشان نحدد الجين ذات نفسه لازم ندرس الـ sequence of DNA. بمجرد اكتشاف الـ DNA بدأت عمليات فك الشفرة بالنسبة للأحماض النووية عموما. طيب interestingly العملية بتاعت فك التحلزون أو الـ sequencing العملية بتاعت فك الشفرة أو الـ sequencing بدأت في الـ RNA قبل الـ DNA، وده بدأ مع هولي أند والتر فيشر فكوا الشفرة بتاعت اللي هو البكتيريوفاج MS2 اللي هو ده RNA sequencing قبل ما يتم فك الشفرة بالنسبة للـ DNA. في عام 77 فريدريك سانجر postulated the first method for sequencing the DNA known a chain termination method. في نفس السنة اللي هي عام 77 قام اللي هو العالم ألان ماكسام وولتر جيلبرت بفك الشفرة بالنسبة للجينوم of bacteriophage X174 بطريقة الكيميكال ديجراديشن ميثود، وكانت نتيجة لعدم وجود الاوتوميشن الطريقتين الكيميكال ديجراديشن و الشين تيرمينيشن اللي هي تيرمينيشن هي بالنسبة لسانجر وكيميكال ديجراديشن بالنسبة لماكسام أنجلبرت كانت تيديوس اند تايم كونسيومينج. بعد ذلك اكتشفت الفيرست سيمي اوتوماتيد دي ان اي ميثود عن طريق لوري اند سميث في عام 86. في عام 87 شركة ابلايد بايو سيستم هاز ديفلوب ا فول اوتوماتيد ماشين كنترول دي ان اي سيكونسينج ميثود. ده أدى لأنه حقبة الألفينات تكون حافلة جدا بالعمليات بتاعة السيكونسين. في عام 96 نفس الشركة Applied Biosystem طورت نظر innovative sequencing platform known as capillary DNA sequencing. بعد ذلك طبعا الـ Human Genome Project was completed by using the combination of these methods in the year 2003. آخر تقنيات استخدموها اللي هي Next Generation Sequencing، ودي كانت في عام 2005 عن طريق سولوكسا أوليماينا. خطوات الـ DNA sequencing تبدأ بالـ sample preparation اللي هي الـ DNA extraction، PCR amplification of target sequence، Amplicon purification، sequencing preparation، DNA sequencing و data analysis. طبعا الـ sample preparation هي العملية بتاعت الـ extraction. طبعا في عملية sequencing محتاجين ل good quality of DNA extraction، يعني بيوصوا بالطريقة بتاعت البروتينيز كي أو الطريقة بتاعت spin column DNA extraction اللي هي بتدي كمية من الـ DNA كبيرة جدا. العملية الثانية اللي هي PCR amplification of target sequence، فبيعملوا amplification ل target sequence والباقي ما بيشتغلوا به، ولكن في الول جينوم سيكونسينج بيعملوا سيكونسينج لكل الجينوم، فالطرق بتاعت السيكونسينج ذاتها هي بتختلف. طيب نفس الظروف بتاعت البي سي ار العادي اللي هي 35 سايكل دي ناتريشن 94 ودي 55 دي 65 ان اكستنشن في 72. بعد ذلك بيعملوا له رن في 2% اجاروز جل ويز ليدر. طيب المرحله بتاعت الامبليكون بيوريفيكيشن. طيب ليه احنا بنعمل بيوريفيكيشن؟ التجربة يا جماعة، انت لما تعمل DNA purification عن طريق الأجاروز جيل يعني بتعمل run، الأمبليكون هو بيكون يعني pure، فدايما لما تيجي تقيس ال wavelengths بتاعتها وتجيب النسبة من 260 إلى 280 بتلقى إنه النسبة 1.8 اللي هي بتعتبر من أقوى وأفضل النسب بتاعت ال purity بالنسبة لل DNA، لأنه طبعا لو في أي بروتين بيكون يعني اتخلصنا منه عن طريق الالكتروفوريزيس ويفضل لنا فقط الـ DNA، فبتتخلص من الـ unbound primer والـ primer dimer والـ unused tag DNA polymerase والـ unused DNA template، برضو الـ unused PCR reaction buffer component، برضو الـ abort الـ abort DNA sequencing. عشان كده دائما الـ umbilicon بيعملوها purification.
بالنسبه للالكحول بيوريفيكيشن العادي بتاع الاكستراكشن ده ما بينفع معانا في السيكونسنج، فبيشتغلوا بحاجه اسمها سبين كولوم بي سي ار امبليكون بيوريفيكيشن كيت عشان يصلوا لافضل بيوريفيكيشن. سيكونسنج بري بريبريشن، قبل العمليات بتاعت السيكونسنج في خطوه، في الخطوه دي بنضيف حاجه اسمها ادابتر دي ان اي سيكونس، فبيضيفوا اللي هو الادابتر مولكيول، فالادابتر هو البرايمر اللي احنا هنستخدمه في السيكونسنج. المرحله التاليه هي دي ان اي سيكونسنج. طبعا الفرق اللي هو بين البي سي ار العادي والسيكونسنج اللي هو انه نضيف ليبلد نيوكليوتايد، يعني ما هي النيوكليوتايد المعلومه ولكن هي ليبلد نيوكليوتايد، فبمجرد ما البوليمريز يضيفها يكسر اللي هو التراي نيوكليوتايد التراي فوسفيت مونوفوسفيت وبينتج البايروفوسفيت. البايروفوسفيت بيخش فيه تفاعلات في النهايه بيدينا اللي هو لون ايميشن للون محدد، اللون ده بيتجري على حسب النيوكليوتايد، يعني مثلا الاي بتدينا لون ومثلا التي بتدينا لون براها والجي والسي كل واحده بتدينا الوان مختلفه. اخر حاجه بتجي مرحله الداتا اناليسيس، والناتج بتاع السيكونسنج في الحاله دي بسموه ريدز. ريدز اللي هي دي السيكونس او السيكونسز الطالعة يا دوب من الجهاز. المرحلة الأخيرة دي محتاجين للكمبيوتر لعمليات حسابية وألغوريزم لشرح مبسط للعملية سامبل بريبريشن عن طريق البروتين اس كي أو الستيم كولوم دي ان اي اكستراكشن ميثود. المرحلة اللي بعدها دي ان اي بيوريفيكيشن عن طريق البي سي ار امبليفيكيشن. المرحلة اللي بعدها بي سي ار بيوريفيكيشن اللي هو ستيم كولوم بيس بي سي ار بيوريفيكيشن. سيكونسنج بريبريشن اللي هو ديناتوريشن ليبلينج اوف دي ان تي فيز ودي ان اي سيكونسنج، وفي الحاله دي بيطلع لنا كده. واخر مرحله هي الداتا اناليسيس. في انواع كثيره من الدي ان اي سيكونسنج، ماكسامن جيلبرت دي الكيميكال ميثود، تشين تيرمينيشن ميثود دي سانجر، سيمي اوتوميتد ميثود اوتوميتد ميثود، البايرو سيكونسنج والول جينوم شوت جان سيكونسنج ميثود، وبعد ذاك كلون سيكونسنج ميثود ونيكس جينيريشن سيكونسنج اللي هي نيكس جين سيكونسنج ميثود. Terminologies used in the article: fragment library, a collection of entire strand of DNA. Gaps, اللي هي the unsequenced region of the DNA is called a gap. Contig, a continuous sequence of the DNA assembled. يعني هي ال assembly of reads. والread هي شنو؟ هي ال output data come from the sequencer machine to the computer for one particular sequence. The reads, coverage. The number of time the sequence machine covers the DNA sequence، يعني عدد التكرارات مثلا في الحتة المحددة. لكل الكفرج طبعا هو قيمة بتؤخذ لكل نيكليوتايد براها، فمثلا النيكليوتيد الواحدة عملوا لها كفرنج يعني تكررت في الريتس مثلا 7 مرات، فدي هتكون القراية بتاعتها أفضل من أو القيمة بتاعتها تحت الأكيوريسي بتاعتها أكتر من الحتة بتاعت الريتس بتكون فيها مثلا مرة واحدة أو جات عليها مرة واحدة. Maxam-Gilbert sequencing زي ما قلنا هي في عام 77 اكتشفوها ماكسام وجيلبرت. الطريقة دي استخدموها في 24 نيوكليوتيد فقط، وعملوا لها بابليكيشن في الطريقة بتاعتهم دي بعد سانجر بسنتين. وهي ببساطة هي عملية بتاعت cleaved as a specific location with the help of chemicals as a specific base location and the fragment of DNA is then run on polyacrylamide. دي ببساطة الطريقة. قبل ما نعمل cleavage الفوسفيت end بالنسبة لكل امبليكون او لكل نيوكليوتايد بيعملوا له ريموف، وبيضيفوا اللي هو فوسفيت 32 اللي هو ده راديو ليبل فوسفيت. العملية بتتم عن طريق انزيم بيسموه فوسفاتيز، وهو بيعمل ريموفينج للفوسفيت من الدي ان اي simultaneously. بعد ذلك بيجي الكاينيز بيضيف اللي هو B32 to the 5 end of DNA. بكده بنكون عملنا ليبلينج للـ DNA اللي احنا عاوزين نعمل لها سيكونس. الكيميكال بعد ذلك طبعا بيجي يعمل كليفج لكل الكيميكال لكل الـ DNA اللي احنا عاوزين نعمل له سيكونسنج. طيب بيستخدموا كيميكال، الكيميكال هي الهيدروزين. الهيدروزين بيعمل كاتنج في المناطق بتاعت الـ T والـ C، والهيدروزين NaCl ده بيعمل كاتنج في السي، والدايميثايل سلفيت بيعمل كاتنج في الـ A والـ G، والبايبردين بيعمل كاتنج في الـ G. لاحظوا هنا بنستخدم سينجل ستراند DNA، ف
فبنشيل كمية متساوية من الدي ان ايه، من السنجل ستاند دي ان ايه، بنوزعه على 4 تيوب، كل تيوب بنعالجه بواحد من الكيميكال السابقة. بعد ده طبعا بعد البروسيس اللي هي العمليات تحت الكاتنج، بنعمل رن للدي ان ايه في البولي اكريلامايد جيل الكتروفوريسيس. هنا دايرين نذكر معلومة فقط في الالكتروفوريسيس، انه البولي اكريلامايد جيل بيستخدموه للسيكونس بتكون صغيرة زي البرايمر، اما الاجاروز جيل بيستخدموه للسيكونس الاكبر شوية. في النهاية بتطلع لنا الريزلت، وبيظهر لنا الدي ان ايه بشكل مشع اللي هو نتيجة لوجود البي 32. دي العملية باختصار اللي هو الدي ان ايه بيكون ليبل بي 32، فبيوزع ل4 تيوب، كل تيوب بيدوه كيميكال مختلفة، وبعد ذاك بيقوم بيعملوا له ران كل تيوب طبعا في ويل براهو. The method is more accurate than Sanger sequencing. هنا عاوزين نذكر حاجة اسمها الفود برينتينج. هو الطريقة دي مهمة بالنسبة للفود برينتينج، مش فينجر برينتينج، الفود برينتينج عن دي ان ايه structural studies. فلو في اي يعني موديفيكيشن في اي يعني منطقه في الدي ان ايه، مثلا السي مرتبطه بميثايل جروب، ولا مثلا التي مرتبطه بحاجه، فاكيد العمليه تحت القط ما حتتم. عشان كده اي موديفيكيشن في الاستراكشر اوف دي ان ايه ممكن نقيسه عن طريق الطريقه دي اللي هي الماكسام عن جيلبرت. طبعا هي عندها مساوي كميه، اهم حاجه الاسكيلابيليتي اللي هي حوالي 400 بيز بير، كان بي سيكونسينج باي زيز ميثود. برضه هي less popular but popular because of the use of harmful radio label chemical. Sanger sequencing الطريقة دي بسموها termination method. طبعا بعد ذاك جات نسخ من الطريقة دي اللي هي Sanger، الطريقة دي بسموها اللي هي first generation DNA sequencing method، هي وماكسام جيلبرت. طبعا ماكسام جيلبرت وسانجر بسموهم first generation DNA sequencing method. عندها اسم تاني اللي هي di deoxynucleotide sequencing because of the use of a special type of di deoxy NTPs. طبعا هي بتستخدم modified DNTPs اللي هي منزوعة الأكسجين في كربونتين. طيب دي اللي هي different between ribose deoxyribose and di deoxyribose. طيب دي الرايبوز، هم ملاحظين هنا الـ OH، هنا OH. الديوكسيرايبوز منزوع الأكسجين في الذرة رقم 2، الكربون رقم 2. الداي دي اوكسي ريبوز منزوع الاكسجين في الكربون رقم 2 والكربون رقم 3. الكربون رقم 3 هي المهمه للعمليه بتاعه الامبليفيكيشن، اللي هي دي مهمه للعمليه بتاعه الاكستنشن اللي هي بيقوم بيها البوليمريز. بالتالي عدم وجود الاو اتش بيعمل امبيد للعمليه بتاعه اللي هي الامبليفيكيشن، بالتالي بيحصل ريبريشن اوف امبليفيكيشن. عشان كده سموها الطريقه دي اللي هي تيرمينيشن ميثود. بروسيس اوف دي ان اوف سانجر سيكونسينج بتنقسم لثلاثة step: DNA extraction, PCR amplification using DNTPs و flanking primer و double DX DNTPs و tag DNA polymerase و PCR buffer. آخر مرحلة هي identification of amplified fragment using autoradiography أو بيج اللي هي polyacrylamide gel electrophoresis أو capillary gel electrophoresis. طيب كل تيوب بيحتوي على مكونات ال PCR، لكن بيحتوي على ال ديوكسي دي ان تي بيز اللي هي ذكرناها انها مقسوم منقوصة الاكسجين في منطقتين اللي في الكربون رقم 3 بالذات، والفلانكينج برايمر، وغيرها من مكونات الامبليفيكيشن. طيب الكلام ده هيحصل في في 4 ديفرنت تيوب كل واحدة على واحدة. بعد ذاك بيعملوا لها ليبلنج في البولي اكريلامايد جيل الكتروفوريسيس، بيعملوا لها رن في البولي اكريلامايد جيل الكتروفوريسيس. طبعا قبل ما تعمل لها رن لازم تعمل لها ديناتوريشن عن طريق الهيت، دي خطوه مهمه جدا. وبعد ذلك طبعا اندر يو في لايت او اكس راي بيظهر معانا البروب. طبعا ما هتظهر كل الفراجمنت تحت الدي ان ايه الا فقط المعمول لها ليبل. طبعا سانجر ميثود هي الجولدن ستاندرد ميثود فور ريسيرش as well as in the diagnosis nowadays، لانها هي سهله هاي reproducibility وهي ايزي. بعد ذلك محتاجين لكمبيوتيشن سوفت وير جنريتس فيريوس فلوريسنس بيكس ديبندينج اوبن ذا فلوريسنس ايميتد. طيب دي السيكونس بتاعتنا بتظهر بالشكل ده. هاو تو انتربريت ذا بيج ريزلت فور سانجر سيكونس، طبعا من تحت لفوق. اتجاه الامبليفيكيشن هو من 3 to 5، من 3 to 5 زي ما شايفين.
الباندنج قصاد سي إذن هي سي، الباندنج قصاد جي إذن هي جي، A إذن هي A. يعني مثلا لو كان السيكونس دي فيها 16 بيز بير نيوكليوتيدا، إذن هنا هتلقوا 16 باند. اوتوماتيد دي ان اي سيكونسنج، السيمي اوتوماتيد ظهرت بعد السانجر، وهي معتمده على سانجر ميثود في الاساس وفي الفكره. الحاجه الجديده بس هي اضافه فوليرسن ليبل سيت اوف برايمر ار يوز انستيد اوف دي دي ان تي بيس. بدل ما كنا بنستخدم دي 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 ان تي بيس، المره دي هنستخدم فوليرسن ليبل سيت اوف برايمر. الفور ديفرنت برايمرز جيف فور ديفرنت بيكس. بعد ذلك بنستخدم كابيلاري جيل الكتروفوريسيس ميثود عشان نعين كل فراجمنت لوحدها. في الحاله دي ممكن نعمل سيكونسنج ل 300 سامبل في سنجل رن. والكابيلاري الكتروفوريسيس هي من القوه بمكان، بحيث ممكن تفرق لي بين اثنين سيكونس يكون الفرق بيناتهم نيوكليوتيد واحد. ونتيجه للقرايه اللي بتطلع من الجهاز بيتكون الكروماتوغرام اللي هو شكله ده. ده الكروماتوغرام، ده الشكل بتاعه. What happened inside the tube؟ طبعا دي التيرمينيشن ميثود. بالرغم من الطريقة دي جميلة جدا وأي حاجة، إلا إنه الخمسين يعني أنت عشان تعمل سيكونسينج لجينوم بتاع بشر واحد محتاج لك 50 سنة. طيب نيجي نشوف البايرو سيكونسينج. في عام 1993 اكتشفت البايرو سيكونسينج ميثود. الفكرة بتاعتها إنها بتعمل ديتكشن للبايرو فوسفيت ريليز ديورينج ذا تشين رياكشن أوف نيوكليوتايد أديشن. يعني معروف إنه البوليمريز بيعمل اللي هو بيحول النوكليوتيدا من تراي نوكليوتايد لمونو نوكليوتايد وبضيفه للسيكونس، فبيتحرر البايروفوسفيت اللي هو اثنين جزيء بتاع فوسفيت اللي يسموه الفوسفيت العضوي. طيب في الطريقه دي بالاضافه للدي ان اي بوليمريز في اثنين انزيم يعني غير البوليمريز اللي هو الليسوفريز والسلفرايليز. مهم جدا انه الدي ان اي بوليمريز يكون ما عنده اوكسينوكليز اكتيفيتي. دي البرينسيبول بتاعة البايرو بايرو سيكونسينج. عندنا الدي ان اي نيوكليوتايد او ان البوليمر زائد دي ان تي بيز في وجود البوليمريز اللي هو بيديني دي ان تي بيز دي ان اي زائد اضافة نيوكليوتيدا واحدة. طبعا بينتج في الحالة دي بايروفوسفيت. addition of one دي ان تي بيز remove one بايروفوسفيت from the دي ان اي. طبعا هنا زي ما شايفين في بايروفوسفيت انطلقت من التفاعل او نتجت من البايروفوسفيت زائد ABS بيديك ATP زائد SO4. ال ATP النتجت من التفاعل اعلاه زائد لوسيفرين زائد O2 بيديك AMP زائد بايروفوسفيت تاني يطلع من جديد زائد اوكسيلوسيفرين زائد CO2 زائد فوتون. الفوتون هو في الحالة دي هو اللي بيتم قياسه في ديتكتر او عن طريق كاميرا. وطبعا كل فوتون بيطلع على حسب النوكليوتيد اللي طلعت من هنا. يعني مثلا الفوتون اللي بيطلع من جي ما هو نفس الفوتون اللي بيطلع من التي ما هو نفس الفوتون، بالتالي نقدر نميز بين النوكليوتايدز اللي حصل لها امبليفيكيشن. طيب اهم حاجه موجوده في البايرو سيكونسنج هي السبيد، الا انه بالرغم من كده هي الطريقه دي فيها مشكله اساسيه، هي الريدز بتاعتها تو شورت. عاد بعد ظهرت الوول جينوم شوت جن سيكونسنج، ودي هتلقاها دايما لما تمشي الداتابيس تلقى انه مثلا في جين عامل له وول جينوم شوت جان سيكونسنج او جينوم شوت جان سيكونسنج. دي برضو تعديل من سانجر او نسخه جديده من سانجر ميثود، وهي برضو تيرمينيشن ميثود. بس الحاجه الجديده انه بدل ما نعمل جين واحد هنعمل الجينوم كله. هي خطواتها بنفس طريقه السانجر ميثود، الا انه في خطوه اضافيه هي خطوه بتاعت دي ان اي فراجمنتيشن. فبيعمل فراجمنتيشن للجينوم بتاع المايكرو اورجانيزم او الاورجانيزم او اللي هو عن طريق الاندونيكليز او عن طريق الطريقه الفيزيائيه اللي هي شوبينج عن طريق الموجات الفوق صوتيه. بعد ذلك بيشيلوا السيكونس دي انديفيدوالي وبيفصلوها انديفيدوالي وبيعملوا لها لايبراري. طيب الخطوه الاولى هي الفراجمنتيشن. الخطوه بعدها فورميشن اوف لايبراريز، بعد سيكونسينج ذا سب فراجمنتس، وأخيرا generation and reading is a contig. الكونتيك هو ال overlapping fragment called contig اللي هو ال overlapping of reads reads بتاعتنا. ال restriction endonuclease العمل بتقطع 2000 ل 20000 بيس. طيب ده الملخص بالنسبة لل shotgun. genome DNA fragmentation whatever it's fragmentation by
restriction on the nuclease or sonication, insertion of DNA fragments في اللي هو في vector, وفي الحالة دي بيسموها library. بعد ذلك طبعا بيعمل sequencing, دي الريتس بتاعتنا, وده الكونتيك. الكونتيك بيجي في شكل اللي هو كروماتوجرام, وده في النهاية النتيجة النهائية. الطريقة دي faster and cheaper than the previous technique. الجين أو الكروموزوم المابينج and tedious enzyme reaction step are not required in the shotgun sequencing method. ففي مشكلة في الشوتجن اللي هي الجينوم بتاع البشر مكون من repetitive of DNA, يعني كميات كبيرة من الريبيتس يعني. فواجهت الشوتجن مشكلة في العملية بتاعت الأسمبلي وفي repetitive DNA sequence. يعني دي واحدة من الحاجات المستحيلة انك انت تعرف repetitive DNA مناطقها بالضبط يعني, في الحالة انك انت ما عندك reference جينوم. في عام 1981 في الجينوم of coliform mosaic virus was sequenced by shotgun sequence method. كلون باي كلون سيكونسينج. طيب قلنا لكم في الشوتجن انه في مشكله بتاعه الريبيتس, فبطريقه جديده اللي هي كلون باي كلون سيكونسينج قدروا يعرفوا المناطق بتاعه الريبيتس موجوده وين بالضبط. هي بنفس الطريقه بتاعه الشوتجن الا انه في طريقه في ستيب جديده. الفراجمنت كان قبل صغيره, المره دي هنشتغل بفراجمنت كبيره جدا. طيب ونتيجه لانك انت استخدمت الشوتجن فانت عارف الجينز موجوده وين, بالتالي ساعدت الشوتجن هي بذات نفسها ساعدت في انه الكلون باي كلون سيكونس تبقى طريقه يعني تشتغل, لانه انت عارف المناطق تحت الجينات بالتالي تقدر تعمل مابينج كويس. هنشتغل باللي هو الباك اللي هو بكتيريال ارتفيشال كروموسوم, وهنشتغل بنفس الطريقه تحت الشوتجن اللي هو الريتس بنعمل لها اسامبل. في النهايه بنعمل اسامبلي للكروموسوم مابينج. هنا في الحالة دي الجابس بيكون معروفة مناطق وين بالضبط. ليه؟ لأنه أنت عارف مناطق الجينات, أنت عارف يا جين موجود بعد يا جين, يعني أنت عامل مابينج للجينات, أنت حتقدر تعرف الجاب بالضبط موجود. إلا إنه طبعا المابينج والكلونينج والريستريكشن دايجستشن خلت الطرق دي تيديوس and consuming than the previous one. برضو هي مكلفة. برضو الكلونينج of تيلومير دي واحدة من الصعوبات بتاعت الطريقة دي, إنك ما تقدر تعمل كلونينج لتيلومير. طيب اخيرا جاءت اللي هي النكست جين سيكونسنج اللي هي النكست جينيريشن سيكونسنج. طيب في الطريقه دي في اللي هي في اختلافات كبيره جدا من السيكونسنج عن طريق سانجر ميثود او التيرمينيشن, مختلفه تماما عن الطرق القديمه في انها ممكن تعمل امبليفايز مليون اوف كوبيز اوف بارتيكولر فراجمنت ان ماسيفلي بارل فاشن اند ذا ريتس ار انالايز باي ذا كومبيوتيشن بروجرام. دي الحاجتين المهمات في الطريقه دي. الNGS process is a bit complex. واحد بنعمل library preparation, بعد ذلك بنعمل cluster generation, بعد ذلك بنعمل DNA sequencing و data analysis. library preparation. Library هي عمليتين اللي هي fragmentation و ligation. Fragmentation of complementary DNA or DNA fragments is done by restriction digestion. بعد ذلك smaller DNA fragments are ligated with the non-DNA sequence. Non-DNA sequence. لاحظوا قبل كان بنستخدم اللي هو الأدابتر لو متذكرين. طيب اللي هو دي بسموها non-DNA sequence, دي بسموها أدابتر. And the process called as adapter ligation. حاجة دي بسموها adapter ligation. الأدابتر ligation هو العملية بتاعت إضافة sequence معلومة. بعد ذلك بنعمل washing للـ DNA, الـ unbound DNA. البروسيس بتاع الـ preparation of library في الطريقة دي بسموه tagmentation. Cluster generation. طبعا الادابتر هنا او الاوليجو نوكليوتايد سيكونس او الادابتر مولكيول هي شورت دي ان اي سيكونس, هي بتكون مثبته في سطح زجاجي او سوليد سيرفيس. بيكون دائما في اثنين ادابتر مولكيول. الادابتر مولكيول بناء السيكونس بتكون عباره عن بريدج بين تو ديفرنت ادابتر مولكيول اللي هو اثنين ادابتر مولكيول معلومه زي ما شايفين هنا. عندنا اثنين ادابتر مولكيول, واحد بالاصفر واحد بالاخضر, مثبتين على سطح سوليد. فالسيكونس اللي احنا عايزين نعملها سيكونسنج بتكون مثبته از بريدج زي الشكل بتاع البريدج زي الجسر على الادابتر مولكيول, في طرف يكون على الاخضر والطرف الثاني على الاصفر. طيب لو ملاحظين هنا في الجسر, لو ملاحظين الادابتر مولكيول ذات نفسها يعني معمول مثبته, وهنا حاصل لايجيشن بين السيكونس اللي عايزين نعمل لها امبليفيكيشن, وفي نهايتها في السيكونس اللي هي كومبلمنتري للادابتر مولكيول الموجوده هنا اصفر. الحاجه اللي عاوز اقولها لكم في الادابتر مولكيول انه الادابتر مولكيول دائما بتكون هي كومبلمنتري لبعض, يعني الاخضر كومبلمنتري للاصفر, بالتالي السيكونس اللي بيكون عامله لايجيشن مع الاخضر
بتكون في نهايتها كومبلمنتري مع الاصفر، والسيكونس بتكون عامله لايجيشن مع الاصفر بتكون في نهايتها كومبلمنتري مع الاخضر. عليهم هنا الاخضر كومبلمنتري مع الاصفر، والاصفر كومبلمنتري مع الاخضر. بالتالي اذا احنا عملنا انيلينج هيحصل انه البريدج بتاعتنا هتبقى هي مرتبطه لايجيشن مع الاخضر وكومبلمنتري مع الاخضر الثاني هيتجمع عن طريق السيكونس في نهايتها. طيب ده هيؤدي لانه هيحصل امبليفيكيشن هنا في وجود طبعا اللي هو البوليميريز، هيبدا يعمل 2 دبل ستراند، هيتكون 2 دبل ستراند. بعد ده طبعا بيجي اللي هي العمليه بتاعت ديناتوريشن، فبينفصل تاني السنجل ستراند، ولما نيجي نعمل الينينج هيتكون الجسر تاني من جديد، وهيتكرر العمليات دي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 لمده 35 سايكل، فبيحصل امبليفيكيشن. اثناء الامبليفيكيشن بتطلع الاميشن وبيتم قياسها عن طريق الكاميرا او الديتكتور. فالطريقه بتاعت النكس جين هي مختلفه تماما من الطرق بتاعت سانجر. طيب العمليه بتاعت السيكونسنج اللي هي الخطوه رقم 3، بمجرد ما البوليميريز بيضيف النيكلوتايد، فاي نيكلوتيد بيتم اضافتها بيتم تسجيلها عن طريق الريكوردر او عن طريق الجهاز بتاع الريال تايم. اخر مرحله هي بتجي المرحله بتاعت الداتا اناليسيس، هي most advanced, fast, accurate and 100% effective technique in modern day science. Two new single strand DNA is generated by pre-digit amplification. The double strand DNA adapter ligation to the fragmentation اللي هو عملنا fragmentation وعملنا اللي هو adapter ligation. قلنا في نوعين من الادابتر دائما بيكون كل واحد يكون complementary للثاني. بعد ذاك بنمرر اللي هو الفراجمنتس المرتبطة بالادابتور على اللوح الفيو الادابتور الملوكيو المرتبطة. بعد ذلك طبعا بيجي العملية تحت الامبليفيكيشن، كله طبعا نيكليتيد بتدي لون مختلف، هنا اللي هو ذا ريدز، في النهاية بيدينا الكروماتوجرام. ابلكيشن اوف دي ان اي سيكونسنج ميديكال ساينس، بنستخدمه في الميديكال ساينس في الديتكشن وفي تحديد الجي ام او اللي هو جينيتيك ري موديفايد اورجانيزم، وفي شغل الفورنسيك ساينس برضه بنستخدمه في الجين مابينج او الكروموسوم مابينج. طيب بنستخدمه برضه في الفريمز اللي هو النون اوبن ريدنج فريم والبروتين كودنج دي ان اي سيكونس، برضه عشان نعرف الاكزون والانترون والريبيتس. برضه ممكن نعرف الميتا جينوميك ستاديز عن طريق السيكونسنج ميثود سيز از بايرو سيكونسنج. برضه الميكروبيال ايدنتيفيكيشن اللي هو عندنا مثال هسه هو الكوفيد، عملوا له ايدنتيفيكيشن عن طريق الميكروبيال عن طريق السيكونسنج لانه حاجه جديده طبعا. برضه عنده دور في الأونكولوجي والكانسر ستاديز، برضه في الإيفوليوشنري مابينج والشغل بتاع الهجرات والشغل بتاع الإيفوليوشن وأشجار النسب بالنسبة للهجرات والقبائل. ليميتيشن أوف دي إن إيه سيكونسينج، السيكونسينج بيعتمد على الكمبيوتر والألجوريزم، بالتالي التطور في الألجوريزم بيؤدي إلى التطور في السيكونسينج. والتطور في الداتا بروسيسنج والكمبيوتيشنال باي تكنولوجي هو او البيولوجي هو اللي بيؤدي الى تطور السيكونس. برضو في مشكله تحت التاندم ريبيتس والفراجمنتد جينز والمناطق تحت الدبليكيشن، دي ما بتمثل يعني مشكله بالنسبه للسيكونس بالذات في المرحله بتاعت الاسمبلي، فممكن نفقدها اثناء الاسمبلي. كونكلوجن، السيكونسنج هو يعني حاجة مهمة جدا، مهمة في يعني تطبيقات كثيرة جدا، وكل يوم بنعرف حاجة جديدة عن السيكونسينج، بل هسي الآمال كلها موجهة نحو السيكونسينج في إنه يعرفوا اللي هو ميتا جينومكس، بالتالي يقدروا يعرفوا الأمراض أثناء المرض. وشكرا لكم.